السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد مثل ما عودناكم، كل يوم يكون في فيديوهات، بس بعرف انه عندي شويه تقصير بالفيديوهات، ما عم نزل دائما، بس عندي شويه ظروف خاصه، فبتمنى انكم تعذروني على هذا الشيء. فاليوم رجعنا لكم فيديو جديد، راح احط لكم فيديوين مع بعض. اول فيديو كثير منكم طلبوا مني اعطيكم نزل فيديو تثبيت الام عندي، كيف يكون عندي الام ثابت والاعدادات والحساسيه، كل هالشيء هذا. كل ما بنزل فيديو بتكتبوا لي انه بدكم فيديو عن تثبيت الام. سويت لكم فيديو عن تثبيت الام، ان شاء الله يعجبكم، وبتمنى اذا حدا منكم عجبه وعمله يكتب لي تحت بالتعليقات انه عجبكم او لا. والفيديو الثاني دخلنا انا والسكواد اللي لعبنا امبارح على الباس ما بالمستودع، نزلنا 2-2، فعملنا فيه المقلب. قررت انا واللي نازل معي انه نعمل فيه المقلب جوا اللعبه، فالمقلب هذا ادت انه الشخصين اللي مقابلنا يعصبوا ويفرمونا فرم. ما بعرف، لانه عن جد صار في جليش باللعبه خرافي عنده، يعني لعبنا كذا جيم دائما نحن عم نخسر، ما عم نجيب كيلات، لانه كل ما بنوص عليهم ما عم ينصابوا ولا عم ينزلوا ولا عم بيموتوا ولا عم ينقص من دمهم. فهذا الشيء صار منه، غيرت كذا مره الكار، قلت احتمال يكون الجليش من الكار او شيء، فما عرفت انه شو السبب هذا الشيء. فاخر شيء قررت اني اعمل فيه المقلب وفرجيكم اياه المقلب كيف كان، فان شاء الله يعجبكم هذا الشيء. واذا عجبكم تعليق الفيديو تبع المقلب، واكتبوا لي كمان بالكومنت اذا عجبكم ولا لا. واذا حابين نعمل مقالب حدا كمان، اكتبوا لي تعليقات شو المقالب اللي بدكم اياها وكيف بدكم اياها، مع سكوادي ولا مع عالم تاني، ولا كمان بالرومات نعمل رومات ونعمل مقالب. فبتمنى انه تحكوا لي هيك شيء شغلات تحسن كمان انا نزلكم هيك شيء، وانتو تتسلوا بالوضع وتنبسطوا، وانا كمان احسن اقدمكم شيء حلو انتم اللي بدكم اياه. وان شاء الله مثل ما قلت لكم ان شاء الله يعجبكم الفيديو. اذا كنت اول مره عم تتابعني لا تنسى تحط لايك، تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس، اهم شيء مشان تشوف كل فيديوهاتنا الجديده وتشوف فيديوهاتنا القديمه. وشكرا لكم اصدقائي، ما عم تقصروا. وبالنسبه للمشاهدات عندي عم تقل كثير، فما بعرف شو القصه. يعني اول بدايه ما وصلت 10,000 كان عندي مشاهدات حلوه، يعني 1000 2000 3، فهلا المشاهدات عم تقل. يعني لما بنزل فيديو عم لاقي بس 500 او 400 او 300 مشاهده، فما بعرف ليش. يعني حركوا لي حالكم، حركوا لي العضلات، وشوفوا الفيديوهات واحكوا لي رايكم بالتعليقات. واهم شيء عندي هو الاحترام، انه نحترم بعضنا. ففي كثير ناس عم تغلط على التعليقات بدون سبب، بدون ما ناذيهم، بدون ما اعمل لهم اي شيء، عم يغلطوا علي وعلى السكواد اللي معي مثلا، وعم يحكوا مسبات. فهذا الشيء ما منيح ومو كويس، لانه في بنات عم بتتابعنا، في بنات تكتب تعليقات، تشوف التعليقات، في عنا كلياتنا اخوه بالاخير، فما في داعي تغلط علي بدون سبب. يعني ما عم بغلط عليك لتغلط علي، هي مجرد فيديو عم نزل لك اياه، عجبك عجبك، ما عجبك خلص، كون ما عجبني الفيديو وخلص. يعني اكتب بالتعليق انه ما عجبني الفيديو، خيو انا النوب، انا ما بعرف لعب، بس ما في داعي تيجي تحط لي تعليق يعني سلبي، يعني تسبني او يعني تحكي شغلات ما حلوه على التعليقات. فما بعرف لشو عم تعملوا هذا الشيء. يعني دائما على طول بفكر، يعني حتى احيانا بفتح الصوت جماعي بالطياره بلاقيها دائما مسبات وشتم، وعلى الاهل وعلى الام وعلى الاخت. طيب ليش هالشيء هذا؟ يعني والله ما اعرف، حرام هالشيء هذا اللي عم تسووه. يعني انت مع خلص شخص قتلك، فشو دخل امه ولا ابوه ولا اخته ولا شرفه ولا عائلته لحتى تقوم تسبه انت؟ فما في داعي لهذا الشيء، بالاخير كلياتنا اخوه، لانه مثل ما انت عم تشتمه هو كمان عم يشتمك. يعني شو ذنب امك وابوك واختك؟ يعني طبعا الحكي بس للجماعه اللي عم يغلطوا على التعليقات وعم يسبوا، او عم ينزلوا معنا جيم عم يموتوا عم يسبوا. فبتمنى انه هذا الشيء ما يتكرر عندي بالقناه، لانه هذا الشيء بكرهه كثير كثير. يعني ما بحب لا اغلط على حدا ولا حدا يغلط علي. خلص ما عجبك محتواي، ما عجبك قناتي، ما عجبك شيء اللي انا مقدمه، فيك تلغي اشتراكك بدون اي ازعاج. يعني لا بنزعج منك ولا تنزعج مني، خلص الغي اشتراك يعني صلى الله وبارك. يعني ما في داعي انك تقوم تسبني ويجي واحد ثاني يرد عليك بدالي.
يعني، وحتى يعني احيانا بفتح بس بلاقي كمان عالم بتسب بعض، وبالغ بقول الكردي وليش تحكي كردي، واحد بقول ليش تحكي عربي، وتبلش المسبات. يعني خلص ما في داعي لهذا الشيء، يعني خلص ما عجبك محتواي الغي اشتراكك اخوي، يعني مالك مضطر تتابع واحد ما بتحب محتواه، ما بتطيقه، يعني مالك مضطر تتابعه. ففيك تلغي اشتراكك، وشكرا لك. وعلى كل حال يعني ما فيني شيء اقول لك شيء غير انه الله يصلحنا ويصلح الجميع. ومثل ما قلت لكم، اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك، اشتركوا بالقناة اذا كنت اول مرة عم تشوفني، اشتركوا بالقناة وفعل زر الجرس، وشكرا لكم والسلام عليكم. أربجي أربجي لا والله اني مفعل لها هاكر ولا اي شيء. ايه ليك عم بوصك ما عم بتموت انت وبوزان سوا يا زلمه. والله ما اوصتني ما ضربتني، شو عم لك كيف ما اوصك يا شركو، كيف ما اوصك؟ شو هالمسخره؟ تخيل والله فيلمك بوزيرا بيجا برابا قلبي، بوزيرا بيجا برابا قلبي، بوزيرا بيجا برابا قلبي، بيبوزن بقلبه. بس استنى جوان، جوان استنى 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 جوان جوان استنى لا برا النور بوز شيركو شيركو استنى شيركو تف مفعل هاكر شي. بوزان وقف، بوزان وقف، بوزان وقف، فعل هاكر شي. بوزان دوري منه شباب، كثير منكم طلبوا مني ال اعدادات الحساسيه اللي عندي والاعدادات اللي انا عم بلعب فيهم. طبعا حاليا انا عم بلعب 3 اصابع، بس ما طورنا اكثر على 4 اصابع، ان شاء الله لقدام 4 اصابع و5 اصابع، فما بعرف. فحاليا انا شايل معي M4 اوك وسكوب 3 سكوب 4 وسكوب 6، هدول السكوبات اللي بستخدمهم. طبعا 4 ما بستخدمه كثير انا، فبستخدم 3 و6. فهلا راح اشوف لكم شوفكم كيف انه سكوبات عندي، وبعدين افرجيكم الحساسيه اللي عندي، اللي حابه واللي عاجبه فبيعمل حساسيه مثل عندي. ف اول شيء حاليا راح احطهم في سكوب 6 على 4 واجرب لكم اياه. طبعا حاجه انت ويا حاجه، ف سكوب 6 وعلى 4 وراح اجرب لكم اياه كيف بيكون. طبعا انا عندي سكوب 6 هيك بيكون عالم 4، هيك بيكون عالم 4. ف وسكوب 3 كمان راح افرجيكم اياه، انا عندي سكوب 3 هيك بيكون. وكتير كلكم تقريبا شفتوه لما بكون عم بلعب كيف بيكون عندي التثبيت الام، وراح احط لكم سكوب 4 مع اني ما بستخدمه كتير. راح ارجع على المسافه وفرجيكم اياه كيف بيكون عندي. انا هيك بكون عندي التثبيتات، وراح اجربكم اياه على الاوك كمان. حاليا حاطط سكوب 3 على الاوك، طبعا انا هيك بكون عندي تثبيت. فاهم شيء اهم شيء انه بدك تثبت ايمك اكثر وانت عم تلعب، مثلا عم ترمي زوم مثلا هيك بدك ترمي، فضرب بصبعتك هاي نزل السكوب لتحت، تضل تمسك فيك تمسك هيك وتنزل لتحت، تمسك الشاشة وتنزل الشاشة لتحت مشان ما يتحرك معك سكوب، مشان ما يضل يتحرك معك سكوب كتير ويرج. هاي كمان بتفيد كتير، والميلان هاي والميلان كمان بتفيد كتير، كل هدول بيعطوا تثبيت حاليا. راح احط لكم على سكوب 6 على راح احط لكم سكوب 6 على الاوك وجرب لكم اياه. طبعا سكوب 6 على الاوك عندي هون، طبعا سكوب 6 عندي هيك، وسكوب 4 عندي بهاي.
والسكوب 4 عندي بهذا الشكل. وهلا خلينا ننتقل على الاعدادات اللي عندي. فمثل ما كنتم شايفين انا هدول اللي مفعلون الاساسي محجوب من قبل جدار، هدول تفعيل مساعد استهداف كل التفعيل وضع اطلاق النار بالقوس البندقية اليدوية انقر خلية وضع اطلاق البندقية انقر انظر بسرعة واطلق النار، هاي الميلان على الطرف. اما حساسية جيناكم الحساسية، انا اول ثلاثة حاطط 200، اول اثنين حاطط 250، كاميرا الشخص الاول حاطط 100. عندي هدول مثلا كمان بالمجال الثاني حاطط اول اثنين 250، بعدين تجيك نقطة استهداف الحمراء منظار ثلاثي الابعاد كمان حاطط 60. واما بالنسبة للسكوبات فهدول انا الحساسية اللي انا حاطط عليهم، فبتمنى يعجبكم الحساسية اللي عندي. مثل ما شفتوا انا يعني مبسوط كثير بالحساسية اللي عندي، عندي ام ثابت بدون تفكير بدون اي شيء بدون تنزيل اي برامج، بشكل عام عندي الام ثابت حلو يعني انا راضيان فيه. ف فيكم تاخذوا ضغطة شاشة عليه اذا حابين تعملوا نفسه وتعملوا اعداداتكم نفسه، بس في شغلة مهمة انه تعملوا هدول الثلاث فراغات نفس الاعدادات، لانه ليك في ثلاث مجالات الان ثلاث مجالات تعملوها نفس الشيء. فهون ان شاء الله يعجبكم التثبيت اللي عندي والحساسية اللي انا عاملها. تمام راح فرجيكم الاكياب كمان كيف بيكون عندي، عندي سكوب 4 الاكياب هيك بيكون، هون سكوب 4 عندي الاكياب هيك بتكون. حاليا راح اجرب لكم سكوب، راح اجرب لكم سكوب 3 كمان على اكياب هيك عندي. وهيك بكون عندي سكوب 3 على اكياب، وهي سكوب 6 راح اجرب لكم اياها هسه. اكس 3 هاي كمان تفيدها. عندي سكوب 6 هيك بيكون على اكياب. نجرب الجروزة ونشوف كيف الجروزة سكوب 3. طبعا الميلان تفرق معك، طبعا هاي الحركة تبعت الميلان على الطرف هاي بتساعد، طبعا هاي بتساعد تثبيت الام، يعني في لها فايدة كتير بتثبيت الام. حاليا راح اجرب سكوب 6 على جروزة ونشوف كيف بتكون. طبعا عندي هيك بيكون سكوب. طبعا قلت لكم لازم تنزل الشاشة بايدك بصباعتك وانت عم تطوس، وانت عم تطوس انت وياسر اعطوني وياه. حاليا راح نجرب سكوب 4. سكوب 4 عندي هيك، ف ان شاء الله يعجبكم الفيديو والشرح، واذا عجبكم اكتب لي اياه بالتعليقات اذا عجبكم ولا لا. خلينا نشوف كم واحد راح يعمل الاعدادات بنفس عندي، اكتب لي اياه بالتعليقات انه عملت اذا عجبك ولا ما عجبك. وما تنسى تحط لايك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس اذا كنت اول مرة عم تشاهدني. وشكرا لكم اصدقائي ونشوفكم في فيديو جديد. تشيكي جيم هاني عم بيعملوا الخنا والنوم رنا وبرافو ساكن يلوخا تمام ولا ما كو بجيرين اريا كيكي هو بغرا لا شركو تعمل دي كاسي عرب جي عرب جي ريلودينج ايه هوت لوم اللي خزي بو شيركو شيركو ما هو هاكر فعل كري
شيركو ما هو هاكر فعل كري. شيركو شيركو بسك بسك بسك. ها مفعل هاكر؟ مفعل هاكر؟ ايه موفي موفي بيربي موفي. جوان بسك جوان بسك. مفعل هاكر شي؟ من؟ اه لا والله اني مفعل لا هاكر ولا اي شيء. ايه ليك عم بوصك ما عم بتموت انت وبوزان سوا يا زلمه. والله ما اوصتني ما ضربتني شو عم لك كيف ما اوصك يا شيركو كيف ما اوصك؟ شو هالمسخره؟ هذا كويستشن. لا ماشي ولا بس هيك بس هيك سكير ماي بوي. ما بس هيك ايه ويا اسكت هارد الموطن ايش ينفيتني بويوني. ها بس لا برينا بوزان ليك بوزان بدي احكي يا تيس يا بني ادم بدي احكي بدي احكي شيركو خي والله فيلمك بوزيرا بيجا برا با قلبي بوزيرا بيجا برا با قلبي بوزيرا بيجا برا با قلبي بيبوزن با قلبه. بس استنى جوان جوان استنى 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 جوان جوان استنى لا برا نور شيركو شيركو استنى شيركو مفعل هاكر شي بوزان وقف بوزان وقف بوزان وقف فعل هاكر شي بوزان دوري منا اوه باش خلص اعتذار 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 وقف بس كم هيك بدو ارجو كم هيك بدو ارجو كان جوان نو لو اما بيش وون كان اللي سكي مي شريف بي برو بوش فال هارد اوت مان بوزا شيركو 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 لك وقف انت ويا ولك بدي خيو بدي اعتذر لك بس هيك اسكي اعتذار بكما شيركو لا بس هيك شيركو بس هيك بس هيك لا بس هيك شيركو برا حيوان بس ها انت نو تمام هذه تلفت بوزن خو کرد ولی شو بوزن مر شرکو ما اویه رجعتو للوبی رجعتو نایس شات آه بنه half of the match is over and the blue team is in the lead. No, 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 watch me. Kusti. No, hey, والله ردنا بس انا صدر غلط مش شيركو كوش بوزين از كوشتا شيركو بوزون تو قهاريا بس انا ياك ليك يا واه مليفه قد بيري حره النوت واه بوش مجي ليك سيرتا دي يا غز لا اوه ابو ملي خص ملي خص ينام ملي خص وياك والله ملي خص وياك تحالف 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 شباب وقفوا وقفوا اريد احكي وياكم ياك ليك هات
يا ول وقف يا ول. شيركو 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 شيركو. اشتر بيه بسك وقف. اي شيركو 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 غنيم للسيتا غنيم للسيتا غنيم للسيتا شيركو غنيم للسيتا بسك جوان شيركو غنيم للسيتا النوحه النوني شيركو غنيم للسيتا سويت خافك لك سويت خافك جلق يا كور نام وزين يا كوت شيركو تو بوزين بساكنن وقفوا انتو جوز الو وقف بوزان بوزان ما وقف يا بني ادم وقف بدي احكي معك وقف وين بو شيركو وين شيركو ما طوّس ما طوّس شيركو وقف شيلا شوفك انت صار لي ساعة منادي لك عم شيل سلاحه ويجي لعندك خليك آدمي شوي نو لا نو نو فشت يا خامدك كنت كده انك فشت يا خامدك لا بقلبه لو بقلبه بقلبه عيب اشترى لو تشكرين كنا اولا با جوينجو وارقو بكم بي ايه ايه اولا تمام البوزين ده خست بوزان نادمر تدي مثل سيري تادي شلي خذ سيري تادي لا ما كان بوزان زبل بوا قلبه زبل بلا ما كان بوزان شيركو بسك بسك بوزان ما يعني ربي بوا قلبه ها ازا قنبلا بوا بلكيا تجي بي اخوة ربي بوا قلبه جوان 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 اخوة جوان جوان بوا قلبه جوان بس اوكي بي ايه بوزن باقلبه نو بري بوزن ها بري بوزن بوزن باقلبه هوني كوين انا بيخلي دبي بي خارب بوتش من ليه خص نامر لا قحاري The blue team doesn't have a lot of time left تبيبي باي 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 بوت بوشي روتي شو تار فور طبعا سرعاتي كوم ليه خستي بيجي دي سوما كارون شوكو بلو تيم فيكتوري ريلودينج الله خوش تمام يا بنات.